انت تتذكروا احد الطرق اللي حكينا عنها المره الماضيه انه يكون عندي باي بولر سويتشينج. هلا في الباي بولر سويتشينج بكون عندي بس تو ستيتس، ستيت الاولى بكون عندي كيو 1 وكيو 4 اون وكيو 2 وكيو 3 اوف، تو ستيتس بس، يا اما ستيت الاولى او ستيت الثانيه بكون عندي كيو 2 كيو 3 اون وكيو 1 وكيو 4 اوف. واذا كنا بهاي ستيت راح يكون الاوتبوت عندي في ال اوف تي بيساوي، خلينا نسميها هون في اس بلس في اس، راح يكون عندي الاوتبوت هون بلس في اس. واذا الكرنت كان بوزيتيف راح يمشي في كيو 1 وكيو 4، بس اذا الكرنت في هذيك اللحظه كان نيجاتيف راح يمشي في دي 1 ودي 4. اذا اف اي ال اوف تي بوزيتيف ات ويل فلو in Q1 and Q4. If I L of T negative, it will flow in D1 and D4. Okay, ماشي واضح؟ إذا كان لأنه الكرنت إذا في هذيك لحظة السويتشنج كان بوزيتيف بده يضل بوزيتيف، وإذا كان نيجاتيف بده يضل نيجاتيف، ما بقدر يتغير فجأة. فإذا كان بوزيتيف راح يمشي في Q1 وQ4، وإذا كان نيجاتيف راح يمشي في D1 وD4، والأوتبوت راح يكون بلس VS. الحالة الثانية إذا كان Q2 وQ3 on راح يكون عندي VLT equals to minus VS، وكان نفس الشيء if IL of T في هذيك اللحظة بوزيتيف it will flow in D2 D3، وإذا كانت ILT negative it will flow in Q2 Q3. اوكي ماشي الكل واضح من هون؟ وعشان هيك احنا قلنا بدنا باي دايركشنال سويتشز، الباي دايركشنال هذا كل واحد من هدول اذا باي دايركشنال سويتش. اوكي ماشي واضح؟ بالحاله هاي نفس السيجنال، ذا سيم سيجنال اللي بتروح على Q1 بتروح على Q4. ذا سيم سيجنال ابلاي تو Q1 از ابلاي تو Q4. وذا سيم سيجنال ابلاي تو Q2 هي Q3. فالبلس ويث جنريتر ما راح يعطيني غير تو سيجنالز، تو اوتبوت. هاي اذا عندي هون بي دبليو ام جنريتر راح يطلع لي تو سيجنالز، السيجنال الاولى هي Q1 لQ1 وQ4، والسيجنال الثاني اللي هي لQ2 وQ3، وحتى هذول كمان راح يكونوا الكومبلمنت اوف ايتش اذر. نعم. شو قصدك بالتو ارم و3 ارم؟ تو ارم هذا الترمينولوجي تبعت السيميلينك او السيم باور سيستمز. في ترمينولوجي يعني ممكن ناس ثانيين يستخدموا ترمينولوجي ثانيه، بس هو هاي بسميها ارم وهاي بسميها ارم. اوكي؟ التنين هذول مع بعض هذا الـ يعني الباث هذا بسميه ارم وهذا بسميه ارم. فصار عندي هاي هذول هلا هون راح يطلع عندي Q1 وQ4 راح يروحوا، فتروح السيجنال هاي راح تروح يعني سميها A إذا بدك، هاي A راح تيجي هون و A نفسها السيجنال راح تيجي هون، بس كسيجنال إلكتريكلي إيش لازم يصير؟ هل بصير أنا أشبك السيجنال هاي كهربائيا هون وهون نفسها؟ لا لازم يكون في isolation opto isolation. ونفس الشيء Q2 وQ3 إذا سميناها السيجنال B كسيجنال كلوجيك بدها تيجي B هون وبي هون، ماشي؟ ما فيش عندي غير الحالتين هذول، والاوتبوت في اي لحظه من اللحظات يا اما راح يكون بوزيتيف يا اما راح يكون يا اما راح يكون بلس في اس يا اما يكون راح يكون ماينس في اس. في ال عمرها ما بتساوي زيرو. في الباي بولر سويتشنج، اندر باي بولر سويتشنج في ال اوف تي ويل نيفر بي ايكوال تو زيرو، اوكي؟ ماشي واضح؟ يا اما راح تكون بلس في اس، ولذلك بنسميها باي بولر، باي بولر لانه ذا بوسيبل فاليوز بلس في اس وماينس في اس. وهذا الزيرو غير ممكن في الباي بولر سويتشنج، ماشي واضح؟ عشان هيك سميناها باي بولر سويتشنج، الاوتبوت يا بكون بلس يا بكون ماينس. هلا حتى نعمل له جنريشن خلينا نرسم الرسمه هون، خليني اخذ هذا الزمن وراح اخذ 1 2 3 1 2 3 ناخذ هاي الويف فورم، وهلا راح يكون في عندي ريفرنس وراح يكون في عندي كارير. ريفرنس وكارير، الريفرنس رح يكون ساين ويف، فخلينا ناخذ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 راح يكفي معي، خلينا اكبرها شوي عشان توضح لكم الويف فورم 100%،
خليني احاول اخذ 6 و6 12. فلو بدينا من هون عندي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 خلينا امحي هاي شوي. هاي صار عندي 1 2 3 4 5 6 هاي باي على 1 2 3 4 5 6 هذه باي 1 2 3 4 5 6 هاي 3 باي على 2 1 2 3 4 5 6 هاي 2 باي. هلا بدنا نشوف طريقة اسمها الترانجوليشن حتى أعمل جنريشن للبلسز وأشوف شو بيطلع معي أوتبوت من هون. هلا رح آخذ هاي الأمبليتيود تبعها 3 من هون ورح يكون عندي هاي الريفرنس 1 2 3 4 5 6 هين وبعدين 1 2 3 رح 1 2 3 وهاي رح أرمز لها بالرمز ساين. هاي هي الريفرنس، هاي الريفرنس سيجنال، يعني هاي هي الريفرنس اللي أنا بطمح إنه الأوتبوت يشبهها، أوكي؟ أنا اللي بطمح إنه الأوتبوت في النهاية يطلع بيشبهها لما بعمل إليمينيشن هارمونيكس، فالسويتشنج تبعي راح يتبع هاي، لاحظوا هاي هلا لما بصير نغير الفريكونسي تبعتها أو الأمبليتيود تبعتها مين بصير يشبهها؟ الأوتبوت، الأوتبوت اللي بده يطلع معي من هون. إذا هاي راح أحط هون بين قوسين ريفرنس وبعدين 1 2 3 4 5 6 زي ما انتم في الكنترول مش كنتوا تسموا ريفرنس اللي احنا حابين انه يصير اللي حابين انه يوصل له الريفرنس. وبعدين راح نجيب هلا تراينجولار ويف فورم كارير تراينجولار ويف فورم وراح احاول اعمل الفريكونسي تبعتها بدي احاول اعملها 5 اذا بضبط معي هلا حتى يطلع معي 5. لو بدي اعمل 3 راح تكون الويف فورم بدها تخلص في كل هدول 6 3 بدها تخلص ب 8. خلينا نعمل الثلاثه بالاول نشوف اذا بتضبط معنا. يعني هلا في عندي 2 بارامترز راح نستعملهم مهمين جدا في البلس ويت موديليشن. هدول 2 بارامترز اسمهم ام اي وام سي. اي من امبليتيود وسي من كارير. هلا راح نشوف شو اهميتهم. هلا انا راح اعمل الترينجلر ويف فورم الفريكونسي تبعتها 3 تايمز. هلا حتى تكون 3 تايمز لازم خلال الفتره هاي تعطيني 3 ويف فورمز. هلا هذه انا حطيتها هون 12 مربع هي 8 مربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 فلازم اجيب ويف فورم هون وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 اجيب كمان ويف فورم هون وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 4 نص 8 4 1 2 3 4 فلازم اكون عملت 1 هيك 2 فهاي هيك 2 هيك هاي الويف فورم تراينجلر ويف فورم 1 2 الامبليتيود. لاحظوا الامبليتيود تبع تراينجلر ويف فورم مساوي للامبليتيود تبع الريفرنس. فاحنا عمالنا بنقول الان انه ام اي الموديوليشن اندكس بيساوي 1. واذا متذكرين لما كنا نشتغل في السيميولينك هاي احد الاشياء كنا نحطها في البي دبليو ام جنريتر ام اي وام سي بقدر احددهم. بعدين بنكمل الويف فورم الثاني هلا 1 2 هاي كم ويف فورم صرنا جايبين؟ 2 ضل بدي وحده 1 2 1 2 1 1 2. اوكي ماشي واضح شو اللي عملناه. وي سوبر امبوزد ترينجولار ويف فورم الفريكونسي ايش تبعتها 3 تايمز ذا فريكونسي مزبوط. اطلع هذول التو ويف فورمز ايش هم. في عندي ساينوسويدال ويف فورم سميتها الريفرنس او ساين بلس هي اللي بطمح انه الاوتبوت يشبهها. يعني الاوتبوت بده يشبهها بالامبليتيود وبده يشبهها بالفريكونسي. اي سوبر امبوزد عليها حطيت تراينجولار ويف فورم لها 3 تايمز ولذلك ام سي راح تكون عندي ايش قيمتها؟ 3. يعني الكارير فريكونسي هلا هذا الازرق راح نسميه الكارير. اوكي ماشي واضح الكل فاهم هاي؟ فاهمين شو اللي عملناه؟ لسه ما طلعناش احنا. نعم تفضل.
بدنا نطلع هلا. يعني انتم سالتوني السؤال المره الماضيه لما جيت افرجيكم اقول لكم رسمنا هيك وعملنا بي دبليو، بتقولوا لي طب انت كيف جبت البي دبليو، كيف جبت نقاط السويتشنج، فتره السويتشنج اون والاوف كيف كنت عارفها؟ انا رسمتها هيك من عقلي، رسمتها تقريبا مش هيك، يعني اجيت حط بلس حطيت شويه واحده صغيره، يعني لما قلت لكم مثلا بي دبليو قلت لكم نعمل هيك شويه صغيره بعدين بنكبرها شوي مثلا من هون مش هيك. مين سألني السؤال؟ أظن إيهاب يمكن كان يسأله أو عبد الرحمن، صاروا لي طب أنت على أي أساس حطيت النقاط هدول؟ وفرجيتكم حالة خاصة تبعت الثلاثة والخمسة، متذكرين؟ تبعت الثلاثة والخمسة إجيت قلت بتعملوا هيك مثلا وهيك وهيك، هاي بتعمل أنيميليشن للثلاثة والخمسة. طب على أي أساس راح إيش النقاط اللي راح أعمل عندها سويتشينج؟ هذا اللي بدنا نلاقيهم. زي ما حكى مهند قال في طرق كثيرة غير الترينجوليشن، بس هاي أحد الطرق. أوكي، إذا بناء على الترينجوليشن الآن راح نطلع هلا رول، راح نقول إذا كانت الساين ويف أعلى، إذا كانت الساين ويف أعلى من الترينجولر ويف فورم بكون السويتشنج عندي أون، وإذا كان الساين ويف أقل من الترينجولر ويف بكون السويتشنج عندي أوف. خلينا نطلع وين الفترات اللي يعني عفوا بكون هون، لأنه هذا باي بولر. إذا كانت الساين ويف أكبر بشغل ستيت 1، وإذا كانت الترينجولر ويف أكبر بشغل ستيت 2. واضح لها مش هيك؟ سهلة. إذا نشوف شو راح نعمل، نعمله هذا مثلا بالأحمر. الفترة هاي من هون لهون مين الأكبر؟ الساين ويف. الفترة هاي مين أكبر؟ تراينجولر ويف. هون الساين، هون التراينجولر، وهون الساين. إذا نشوف شو راح نعمل، راح نعمل سويتشين هلا، راح نزل خط هلا من هون، من هون لهون راح نشغل Q1 وQ4. الفترة هون مين أكبر؟ الترانجلر أكبر مش هيك؟ وراح شغل خلال الفترة هاي Q2 وQ3. خلال الفترة هاي كمان راح أشغل Q2 وQ3 لحد هون. عند النقطة هاي إيش راح أشغل؟ Q1 وQ4. هاي القاعدة، القاعدة بتقول if sine is more than carrier إذن Q1 Q4 on. وإف sin less than carrier إذن Q2 وQ3. هلا بنكمل، مين هون أكبر؟ الكارير أكبر من الساين ويف مش هيك؟ إذن خلال الفترة هاي وين لحد وين نقطة التقاطع هي؟ هدول هو نقاط التقاطع مظبوط؟ نقاط التقاطع هو اللي بنقلب الوضع عندي مش هيك؟ لما بتقاطعوا بعديها يا بصير اللي كان أكبر بصير أصغر واللي كان أصغر بصير أكبر مظبوط؟ لحد ما بوصل النقطة هاي خلال الفترة هاي بوينت Q2 وQ3، وبعدين من النقطة هاي النقطة وهاي نقطة التقاطع على فكرة هون راح يكون عندي Q1 وQ4. طب الأوتبوت هلا شو راح يطلع معي الأوتبوت؟ الأوتبوت احنا قلنا في الباي بولر سويتشنج شو راح يكون؟ الفولتج يا بلس في اس يا ماينس في اس، ما في زيرو، ما في زيرو. إذا راح أمحي الآن أنا هون، هذه هون واضحة كلها كتبتوها، راح أمحي هدول هيك. راح نرسم الآن السويتشينج بلسز هلا راح يجوني، راح ننزل خط من هون، خلينا ننزل ناخذ أول شيء هذا الخط، هذا اللي هو الخط اللي راح يشغل هذه Q1 وQ4، راح يكون أوف خلال الفترة، هذا مش الأوتبوت فولتج، هاي بس السويتشينج بلسز، يعني بدك تسميها هاي البلسز أو خلينا أفترضها هاي 0 هاي 1 لأنها راح بوليان، راح تضلها شغالة Q1 وQ4 لحد النقطة هاي. راح تطفي خلال الفترة هاي، راح تشتغل خلال الفترة هاي، وبعدين راح تضلها لحد النقطة هاي، بعدين هذه pulses، هذه مش output voltage، هاي pulses. طبعا مكملها شو راح يكون؟ اللي هو Q2 وQ4، فهون راح نحط pulses تبعون Q2 وQ4، راح يصير عندي هون Q2 Q3 عفوا pulses، راح تصير هذه هيك لحد هون، ماشي واضح؟ هدول ال pulses واضح عندي. هلا لما يكون Q1 وQ4 on شو راح يكون الاوتبوت؟ نكمل هذه هون، هذه راح يكون هلا VL of T خلال الفترة اللي Q2 وQ3 راح يكون عندي ماينس VS لحد ما أوصل النقطة هاي،
بعدين راح يصير بلس في اس لحد ما اوصل النقطة هاي، بعدين ماينس في اس لحد ما اوصل النقطة هاي. ماشي واضح الاوتبوت يا بلس في اس يا مان. هلا لسه طبعا هو يعني وضعه شوي بحزن، لانه ليش احنا شو اخترنا الكارير فريكونسي؟ ثلاث اضعاف. بس هي هون الا تكون عملت، هلا انا مش متاكد ايش عملت اليمينيشن، هل عملت اليمينيشن للثالث هون؟ انا مش متاكد. لكن هون احنا بدينا نعمل بالبلسيت موديليشن، بنقدر نفكر فيها بطريقه ثانيه، انه عم نعمل اليمينيشن لمين؟ الهارمونكس. اي هارمونكس؟ الهاي اوردر ولا اللو اوردر هارمونكس؟ الهاي اللو اوردر. عم نعمل اليمينيشن لللو اوردر. الهاي اوردر مين اللي بتكفل فيهم؟ الاندكتيف لود. الاندكتيف لود رح يضيع لي هلا، يخفف من الهاي اوردر، بس احنا بدينا باللو اوردر هارمونكس. اوكي، اذا هذا الاوتبوت رح يطلع معي هون. هلا اذا بدي احسن هذا الاوتبوت واعلم اليمينيشن لهارمونكس اكثر، شو بدي اغير؟ ايش اللي بدي اغيره الان؟ الكارير فريكونسي. فام سي بدل ما اكون 3 مثلا ممكن اروح الان على 5. طيب نسال السؤال، لو كانت الساينوسويدال هاي لها 50 هرتز، قديش راح تكون الكارير فريكونسي؟ الفريكونسي تبعتها 150. ولو كانت ام سي 5 شو راح تصير الكارير فريكونسي؟ 250 350 450. اللي بدك اياه بتقدر تستعمل 400 اذا بدك الم هاي. هلا الارتباط المباشر انا ما بعرفوش، ما بعرف اقول لكم بالضبط هذه مين ايش عملت اليمينيشن، بس عاده انا بفضل انه تكون الام سي هول نمبر من دائما تكون هول نمبر. نعم تفضل. دكتور انا قرات انه النمبر في سويتشنج بيعبر عن النمبر في اليمينيشن في هارموني. تمام، يعني هون عندي النمبر في سويتشنج اللي هو في ايش؟ في 360 درجه او 180 درجه. على هون السويتشنج بتعمله له علاقه بالنمبر بالهارمونيك اللي انت بتعمل له اليمينيشن. تمام، يعني احتمال هون عندي انا مثلا عدد السويتشنج قديش؟ 1 2 3 4 5 6 6 في كل 360 درجه، 6 ولا 3؟ يمكن 3 البوزيتيف والنيجاتيف سويتشنج. فيمكن هون بنعمل اليمينيشن للثيرد هارمونيك. هلا كيف بتقدروا تتاكدوا منه هذا؟ بتقدروا تروح تحسبوه، مش هيك؟ تحسبوه، طلع هون، طلع لهي الويف فورم، طلع ايش هو الثيرد، شوف ايش بتطلع معك ثيرد هارمونيك او فيفث هارمونيك. اوكي ماشي؟ إذا رح أوقف هون هلا. هذا بالنسبة للباي بولر سويتشنج.